فيزيف داكتر كارسينوما بتاعت المامري جلانز، بنشوف ان السيلز اللايننج الدكتس بتاعت المامري جلانز بتبقى تيومر سيلز، بتتحول تبقى تيومر سيلز. شايفين السيلز فايلوت كبيره وغامقه ازاي؟ واخد بالك؟ هنمشي في السلايد شويه هنلاقي كلها بالمنظر ده حوالين الدكتس. طيب هنيجي بقى على طرف السلايد، هنشوف الجزء اللي هو فعلا انفيجن، عشان يبين لنا انها انفيجن، انها مش ويل سيركمسكرايبد. واخدين بالكم من الانفيجن للنورمال تيشو؟ ادي اهي النورمال تيشو والسيلز اهي فاتحه نورمال زي ما احنا كنا متعودين عليها في الهيستو. تمام، يبقى ايه؟ مجرد ان انت تلاقي اللاير اللي ما بين التيومر وما بين النورمال تيشو، يبقى دي خلاص كده انفيزيف داكتال كارسينوما.